السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيبة، هذا الاسم له معي حكاية طويلة. لما كنت في المرحلة الابتدائية كانت كل معلمة تدخل الصف وتسأل كل طالبة عن اسمها، ولما تأتي إلى مكاني وتسألني عن اسمي كنت أقول لها اسمي نجيبة، فكانت تستغرب وتنظر لي بنظرة استغراب وتطلب مني أني أعيد الاسم مرة ثانية، فأعيد لها وأقول لها اسمي نجيبة، فتستغرب وتقول شو معنى اسم نجيبة. حقيقة هذا التصرف كان يزعجني، ليس من معلمة واحدة ولكن أغلب المعلمات كانوا يتصرفون معي بنفس التصرف، فأساءني هذا الأمر وتمنيت في لحظة لو لم يكن اسمي نجيبة، وتساءلت ترى لماذا لم يسميني أهلي بأحد الأسماء الخفيفة والجميلة والسهلة مثل بقية زميلاتي، لماذا اسمي نجيبة؟ حتى أتى يوم من الأيام أتتني معلمة فسألتني شو اسمك؟ قلت لها اسمي نجيبة، فقالت هل تعرفين معنى اسمك؟ قلت لها لا، فقالت نجيبة معناه الإنسانة الخلوقة الذكية المتميزة المتفوقة. فبصراحة حينما سمعت معنى اسمي فرحت كثيرا وأصابني نوع من الفخر، ومن لحظتها قلت إن هذا الاسم يجب أن يكون له قوة وتأثير في المجتمع، وكما يقول المثل أن لكل شخص من اسمه نصيب، أردت فعلا أن يكون لاسمي نصيب وأن يكون هذا الاسم له تميزه في المجتمع وأن يعبر فعلا اسم نجيبة عن شخصيتي. ومن يومها قررت أن أكون متميزة وأكون متفوقة ولا أتنازل أبدا عن المركز الأول في الصف الدراسي، والله الحمد خلال دراستي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية كنت دائماً الأولى على الصف. هذا التميز لم ينشأ من فراغ، ولكن لأني نشأت وسط عائلة متماسكة محبة أثرت فيني بشكل كبير جداً وكونت جزء كبير من شخصيتي. أبي رحمه الله كنت أراه دوماً مثال للشخصية المتفانية في عملها، كان لا يغيب أبداً عن عمله حتى لو كان يعاني من مرض أو كانت الأحوال الجوية لا تساعد الذهاب إلى الوظيفة، ولكن كان يصر على الذهاب وكان يعتبر الوظيفة شيء أساسي من أول أولوياته في هذه الحياة. هذا الأمر رأيت أمام عيني فترسخ في ذهني فعلاً أن الولاء للعمل والالتزام بالوظيفة من أساسيات أي إنسان ناجح في الحياة. أمي حفظها الله إنسانة حنونة جداً ولكنها في نفس الوقت حازمة جداً معنا، ربتنا على مبدأ أن يجب أن لا نعطي الآخرين أي فرصة لكي يمسكوا علينا خطأ معين، ولذلك دائماً تحذرنا أن لا نخطئ في حق الآخرين. ربتنا على قيم جميلة جداً أهمها قيمة الاحترام، أن أحترم غيري، أن نحترم الكبار، أن نحترم المعلمين. ربت فينا أننا في هذه الحياة لابد أن نكون من المتميزين ومن المتفوقين، مع أنها إنسانة لم تتعلم ولكنها الحمد لله حافظة للقرآن الكريم وتعرف القراءة، ولكنها إنسانة علمت أن العلم هو السلاح الوحيد لأبنائها حتى اكتبوا اسمهم في هذه الحياة، ولذلك كانت معنا في كل صغيرة وكبيرة، في احتياجاتنا المدرسية، في واجباتنا، معنا لا تعرف الكتابة وتقرأ بشكل بسيط ولكنها معنا تسهر معنا حتى ننال الدرجات العليا. أمي ربت فينا قيم جميلة جدا، قيم احترام الآخرين، قيمة التعاون، قيمة الرضا والقناعة بما هو موجود عندنا، فترسخ هذا الأمر في شخصيتي بشكل كبير. ولأني أنا ترتيبي الثانية في العائلة والأولى من أخواتي، فهذا الأمر لعل انعكس على شخصيتي بحيث جعلني إنسانة نوعا ما أميل إلى الجدية، ودائما يقولون أنت البنت الكبيرة فلا بد ما تخطئين، ما كوني قدوة لإخوانك وخواتك، فهذا أعطاني إحساس بالمسؤولية، إحساس أني أكون دقيقة جدا في تصرفاتي وفي أقوالي. هذا الأمر خلاني أنتبه إلى أني يجب أن أكون إنسانة دقيقة حتى في مواعيدي، دقيقة حتى في احترامي لوقتي، دقيقة حتى في ألفاظي وتعاملي مع الآخرين، أبتعد قدر الإمكان عن المشاحنات والمقارنات والدخول في جدل حتى أكون إنسان محبوبة ومقبولة. والله الحمد حصدت هذا الأمر، تعامل طيب من الآخرين والسمعة الطيبة عند الناس بإذن الله تعالى. شعوري بالتميز ورغبتي أن يكون اسم نجيبة مرتبط بالتميز في الحياة لم يقتصر فقط على حياتي أو على مرحلتي الدراسية، ولكن أيضاً نقلت معي حتى لما التحقت بالجامعة، فتميزت لله الحمد في دراستي، أخذت كلية العلوم قسم أحياء كيمياء، ثم
أيضا ظهر من خلال تميزي في وظيفتي الالتزام والولاء وإحساس أن الوظيفة هي أمانة موجودة عندنا، ويجب أن نحفظ هذه الأمانة من حيث الشعور بالولاء وإعطاء الوظيفة حقها الكامل من الوقت ومن الإبداع ومن التطوير. التميز يحتاج منا أن نثق بأنفسنا ونثق بقدراتنا، نألم بأن هذا التميز لا يأتي بين يوم وليلة، ولكن يحتاج إلى مثابرة وإلى ممارسة وإلى عمل ثم عمل ثم عمل. والآن في هذا الوقت اسم نجيبة لا زال اسم محبوب في داخلي، ولا زلت أصنع من خلاله تميز بعد تميز بعد تميز. استمرت معي رحلة التميز، ولكن هذه المرة مع القراءة. علمت بأن المعلومة هي أساس التميز، وهذه المعلومة لن تأتي إلا من خلال القراءة، ولعل حب القراءة تكون في داخلي لما كنت أيضا في المرحلة الابتدائية. كانت المعلمة تأتي إلينا في حصة المطالعة وتذهب بنا إلى مكتبة المدرسة، وكانت توزع القصص على الطالبات الصف وتطلب منهم أن يقرؤون هذه القصص. ولكن أنا كان عندي استثناء، تأتي إلي وتقول بما أنك الأولى على الصف فسأعطيك فرصة أنك أنت تختارين بنفسك هذه القصة، ثم تأتي بعد ذلك وترى ما الذي اخترته حتى أقرأه. وفي يوم من الأيام أنا اخترت قصة بسيطة جدا، مجرد كلمات، ولكن أكثر القصة عبارة عن رسوم. فهنا عاتبتني المعلمة عتاب لطيف وقالت لا يصح للأولى على الصف أن تختار مثل هذه القصة البسيطة. حقيقة أعطتني من خلال هذا الموقف درس كبير، أن الإنسان الذي يريد أن يتميز يجب أن تكون اختياراته أرقى من اختيارات الآخرين، والذي يريد أن يستفيد من القراءة لابد أن يختار ما ينمي له عقله وتنمي له معرفته. هذه القراءة تكونت معي منذ أن كنت في المدرسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. كنت أقرأ الكثير من الكتاب، عقاد، المنفلوطي، توفيق الحكيم، نجيب الكيلاني. ثم بعد ذلك مرحلة ثانوية بدأت أقرأ للكتب الفلسفة، كنت أقرأ أكبر من مستواي حتى وصلت إلى الجامعة. مرحلة الجامعة مرحلة مهمة جدا، كثرة قراءاتي هنا أردت أني أنا أتخصص في اللغة العربية، أحببت اللغة العربية بشكل كبير. ولكن أهلي حسب ما كان معتاد سابقا أني من تدخل قسم علمي في المدرسة ثم تتخرج من الثانوية العامة بمجموع عالي فلا بد لها أن تتخصص بكلية علمية في الجامعة. هنا أنا قبلت بمشورة أهلي ودخلت فعلا كلية العلوم وتخصصت في قسم الأحياء، أحياء كيمياء، ولكن مع هذا لم تنازل عن موهبتي وعن حبي ورغبتي القراءة أو التبحر في اللغة العربية. فكنت حقيقة أنا أنتهي من مساقاتي ثم أذهب مع زميلاتي لكي أحضر مساقات اللغة العربية وأحضر الندوات الشعرية، وكنت أشعر أن اللغة العربية تنمي في داخلي أشياء جميلة بالإضافة إلى كلية العلوم. حتى بعد أن تخرجت والتحقت في وزارة التربية والتعليم كمعلمة لمادة الأحياء، استفدت أنا من الشيئين، من كوني متخصصة في العلوم ومن كوني محبة للأدب ومحبة للغة العربية. فحقيقة أنا استثمرت هذا الجانب في تحبيب طالباتي في مادة الأحياء وفي الحصة الدرسية. كنت أحول الحصة الدرسية إلى حصة حيوية، أتكلم عن البكتيريا وعن الكائنات الدقيقة ككائنات وكشخصيات تحدث لها أمور وتحدث لها تصرفات ومواقف، فتخرج الطالبة وقد استوعبت الدرس بطريقة لطيفة وطريقة جميلة. دائما أقول أن مهنة التعليم هي مهنة رسالة إلى الآخر وليست مجرد وظيفة. في هذه المهنة أنا أحبب الطالبات في المعرفة وأحبب الطالبات في التعلم، ولكن في نفس الوقت أغرس فيهم قيم جميلة وأغرس في هذه الطالبة المعاني التي ممكن أن تستفيد منها بعد ذلك في حياتها. القراءة تلبي في داخلي حاجات نفسية وروحية وعقلية. القراءة أنا أعتبرها من الأمور التي تجمل العقل، وحين يكون عقلنا جميلاً تكون أفعالنا وتصرفاتنا جميلة.
هذه القراءة نمت في داخلي أيضاً حب التأليف، أن أكون مثل الكتاب الذين أقرأ لهم وأكون من الكاتبات المؤثرات في هذا المجتمع. بدأت كتاباتي مباشرة بعد تخرجي من الجامعة على هيئة مقالات أنا كنت أنشرها في جريدة الاتحاد وجريدة الخليج، وكانت تنشر في بداية الأمر في بريد القراء، ثم بعد ذلك تطورت إلى أن نشرت مقالاتي من خلال عمود خاص في كل من جريدة الاتحاد والخليج. ولكن النقلة الأساسية كانت من خلال قصة قصيرة أنا نشرتها في جريدة الخليج، كانت عنوانها القافلة. هذه القصة نبهتني إلى أنني فعلاً أميل إلى هذا الجانب الأدبي، وهو جانب القصة القصيرة. ومن هنا بدأت مرحلتي وبدأت رحلتي في عالم التأليف. ألفت أول مجموعة قصصية عنوانها قصاصة من الورق، ثم تلتها مجموعة ومجموعة ومجموعة حتى وصلت الحمد لله إصداراتي إلى 10 إصدارات. هذه الإصدارات كنت أعتبرها أيضاً تحدي بالنسبة لي، هل أستطيع أن أؤثر؟ هل أستطيع أن تحمل قصصي قيم؟ مثلاً هذه الرواية رواية غالية، هذه أنا أعتبرها من أكبر التحديات لي، لأنها أول رواية أكتبها بعد سلسلة من كتاب من مجموعات القصصية، وكتبتها في فترة قصيرة جدا. كان أمامي تحدي، هل أستطيع أن أكتبها خلال شهر كي أشارك فيها في معرض القاهرة للكتاب؟ والحمد لله استطعت إنجازها. كل كتاب من كتاباتي أو من إصداراتي يحمل حكاية. كتاب أول خطوة في الحلم، هذه المجموعة القصصية فزت فيها في المركز الأول في جائزة المرأة الإماراتية للآداب والفنون. هذه تحمل أول خطوة في الحلم، فكأنها تتكلم عن رسالتي في الحياة. دائما هناك خطوة أولى لتحقيق الحلم. حلمي كان أن أتميز في هذا المجتمع، تميزي ليس لكي أشتهر، ولكن تميزي هو رسالة تنادي بها قيادتنا الرشيدة أن يكون كل إنسان في هذا المجتمع متميز كي يخدم وطنه. هذه الإصدارات حتى تتميز لابد أن تحمل قيم، وكان هذا هدفي من الكتابات، أن هذه الكتابات لابد أن تضيف شيئا جديدا إلى الساحة الأدبية، أن تحمل قيما راقية، أن تبتعد الكلمة عن الإسفاف أو عن تكلم عن أمور لا يجوز التحدث بها. حتى وصلت إلى تحدي آخر وهو الكتابة للأطفال، أيضا هذا تحدي جديد. أنا من النوعية التي تدخل التحدي وتثبت وتريد أن تتميز به. قصص الأطفال شاركت أيضا فيها في جائزة وزارة الثقافة، وفزت فيها الحمد لله بالمركز الثاني. لماذا أنا أهتم كثيرا بالدخول في المسابقات الأدبية؟ لأن الدخول في هذه المسابقات الأدبية يعطيني تقييم لكتاباتي، إذا كانت كتاباتي قوية أو غير ذلك. طبعا موهبتي في الكتابة لم تجعلني أتوقف عند هذه الموهبة فقط، ولكن أنا إنسانة طموحة أحب أن أجرب مهارات جديدة، فالتحقت بالكثير من الدورات في تدريب المدربين، في فهم النفسيات، في مهارات العرض والإلقاء، حتى أصبح بعد ذلك مدربة معتمدة. أيضا دخلت دورات في فن الخط العربي ومارست هذا الأمر، مارست كتابة الخطوط، حتى كنت أنا أمارس هذا الأمر أمام طالباتي، وكانوا طالباتي جدا سعيدات وأنا أخط لهم عنوان الدرس على السبورة، ويطلبون مني الصفوف الأخرى أن أبلة تعالي حتى تكتبي لنا البسملة على السبورة، ويحتفظون بهذه البسملة أسابيع لا أحد يتجرأ أن يمسح هذه البسملة. فكنت سعيدة بهذا الفن. أيضا اتجهت إلى تدريب نفسي في مجال أحبه كثير وهو مجال الرسم. أنا إنسانة أحب الرسم بشكل جميل جدا، ولكن لعل انشغالاتي الأخرى أحيانا تجعلني مقلة في هذا الجانب. الرسم بالنسبة لي متعة، هذا الرسم يعطيني ذائقة فنية. حتى في كتاباتي هناك بعض التصويرات الفنية، التصويرات الجمالية استفدت منها من خلال حبي للرسم والألوان ودمج الألوان. حتى مع طالباتي كنت أنا أستمتع كثيرا وأنا أرسم لهن الكائنات الدقيقة وأرسم لهم الكائنات الحية بالألوان، فأشعر بأن الحصة الدرسية تتحول من حصة جامدة إلى حصة مليئة بالحلوية ومليئة بالفن الذي كنت أستفيد منه من خلال الرسم مع طالباتي. بعد ذلك الموهبة هذه لم تتوقف عند هذا الحد، ولكن استمرت فيني حتى شعرت بأن من واجبي أنا كإنسانة موجودة في هذا المجتمع
أن أمارس دوري الطبيعي في الحياة وفي العمل المجتمعي. نحن في دولة تنادي قيادتها بأن يكون الإنسان إيجابي في حياته، والإيجابية ليست قول فقط وإنما فعل وممارسة. ولذلك حرصت جداً أن أكون عضوة فاعلة في الكثير من جمعيات النفع العام، فالحمد لله كانت عندي عضوية في كثير من الجمعيات، قدمت الكثير من المؤتمرات وأدرت الكثير من الندوات الثقافية. ليس هذا فقط، ولكن دخلت أيضا في لجان تحكيم الجوائز. شعرت أن هذا العمل المجتمعي مع أنه عمل تطوعي لا يوجد له مقابل مادي، ولكن عمل يحتاج مني أني أبذل له الجهد وأبذل له الوقت، وهو المعنى الحقيقي لإيجابية الإنسان في مجتمعه. هنا الإنسان يخرج من اهتمامه الذاتي إلى الاهتمام المجتمعي. لما نمارس عملنا المجتمعي نحن هنا نحتك بأفكار الآخرين ونكتسب أيضا خبرة من خبرات الآخرين. لذلك التميز في الحياة يحتاج أن احنا نثق بقدراتنا، ولا نتوقف عند أي عائق، ولا نتوقف عند أي موهبة واحدة فقط. نجدد في مهاراتنا، نجدد في تدريباتنا، نسعى قدر الإمكان أن احنا نتواجد في كل مكان يحتاجه في المجتمع. ملهمون. الرسالة اللي أحب أقولها من اللي ذكرتها سابقاً، إن كل إنسان رب العالمين أوجد فيه مواهب وقدرات، وعليه أن يكتشف هذه المواهب وأن ينميها بالممارسة وبالتدريب وبالعمل، ولا يخجل أبداً مما يقوم فيه، ليس فقط في مجال الموهبة ولكن حتى الوظيفة. يجب أن يعطي كل شيء وقته ويعطيه التركيز ويكون خلاق ومبدع في هذا الأمر، أن يحب ما يقوم فيه ولا يستسلم ولا يستمع أبداً لأي إنسان يثبط أو يقلل مما يقوم فيه. لذلك أنا لم تتوقف تجربتي وتحدي التميز في داخلي عند مسألة الكتابة فقط، ولكن انتقلت نقلة كبيرة جداً من خلال نشاطي الإعلامي. في عام 2007 أتتني دعوة كريمة من قناة الشارقة لكي أقدم برنامج إذاعي بعنوان صناعة الأجيال. كان برنامج مباشر وكان بالنسبة لي تحدي لم أتردد في قبوله، لأنه برنامج أسبوعي مباشر على الهواء مباشرة، أستضيف فيه شخصيات تتكلم بأمور اجتماعية وثقافية منوعة. كان أمامي رغبة أني أثبت جدارتي في هذا المجال الذي أحبه منذ أن كنت صغيرة، وأنا طالبة أحب أني أقدم فقرات في إذاعة المدرسة. البرنامج الإذاعي كان يحتاج مني أني أتمكن من الموضوع الذي أحضره، أن أحاور الضيف، أن أتلقى الرسائل النصية، وفي نفس الوقت أن أتحاور مع المخرج. كل هذه الأمور الحمد لله أتقنتها من أول حلقة. لا أنكر أني كنت متخوفة في الحلقة الأولى، ولكن ردود الفعل التي أدتني وعبارات الإعجاب في البرنامج أعطتني إحساس بالمسؤولية، أنني أنا فعلا مسؤولة عن نجاح هذا البرنامج. ثم بعد ذلك توالت مسيرتي الإعلامية. في عام 2015 قدمت برنامج عطر المساء، وهو برنامج أسبوعي منوع تلفزيوني. ثم بعد ذلك قدمت برنامج منارات، وهو برنامج أستضيف فيه شخصيات من المجتمع، شخصيات لها خبرتها ولها دراستها الأكاديمية، شخصيات في مجال الطب وفي مجال الهندسة ومجال الإدارة. برنامج منارات حقيقة أيضاً كان بالنسبة لي تحدي في قدرتي على محاورة الضيف، لأنني أساساً متخصصة في المجال الإعلامي، ولكن بحثت وأخذت دورات في كيفية محاورة الضيوف من خلال مواقع التواصل، من خلال اليوتيوب، كيف يستطيع المقدم أن يحاور الضيف. لم أتوقف عن مجرد الموهبة أو الرغبة، ولكن لابد من إعطاء هذا الأمر حقه المطلوب. ولذلك والله الحمد من خلال برنامج منارات استطعت أن أكتشف في داخلي نجيبة الإنسان القادرة على محاورة الضيف، القادرة على وضع محاور قوية يستفيد منها المشاهد، وأيضا أعطي الضيف حقه المطلوب وحقه الأساسي بأن يتحدث، وأكون معه في نفس المستوى، أبحث عما كتبه ذلك الضيف وعما أنجزه ذلك الضيف. بعد برنامج منارات أتتني أيضاً دعوة كريمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بأن أقدم برنامج رمضاني، وحقيقة كان من أجمل
البرامج اللي قدمتها، برنامج حياتنا، برنامج استمر لأربع مواسم أقدم فيه يوميا أمور إيمانية، مواضيع تربوية، وحرصت أن يكون هذا البرنامج حلقاته خفيفة، ولذلك أدرجت فيها الكثير من القصص الواقعية وكثير من الأمثلة. العمل في المجال الإعلامي أكسبني أشياء كثيرة، أكسبني أولاً الجرأة والقدرة على مواجهة الآخرين. أيضاً من خلال عملي في الإعلام استثمرت موهبتي في الكتابة وموهبتي أيضاً في الإلقاء، ولكن في نفس الوقت حملني مسؤولية كبيرة، لأن الإنسان الذي يظهر في الإعلام أو الإنسان الذي يطلق على نفسه لقب إعلامي، هذا الإنسان شاء أم أبى يصبح قدوة أمام الآخرين ويكون في تحت أنظار الناس، ولذلك يجب أن ينتبه إلى تصرفاته، إلى ألفاظه، إلى أخلاقياته، لأن في هذه الفترة هو لا يعبر عن نفسه ولكن يعبر عن المؤسسة التي ينتمي لها. الجانب الإعلامي جانب مهم في حياتي، أعطاني شعور بأن التحديات في حياتنا مستمرة، لذلك استمرت عندي هذا الجانب من خلال أيضاً تقديمي للدورات التدريبية. قدمت الكثير من الدورات التدريبية، قدمت كثير من المحاضرات في الجامعات وفي المدارس والمؤسسات الحكومية، وأيضاً جانب التدريب لم يبعدني كثيراً عن جانبي الأدبي، لأني أنا أساساً أحب أني أختار اللفظة وأختار الموضوع وأذكر قصص، حتى بعض الأحيان ممكن أن أؤلف قصة وأؤلف التدريب الذي سأقدمه للمتدربين على هيئة قصة. إذن أي إنسان قادر أن يدمج هذه المواهب والقدرات بطريقة جميلة وطريقة لبقة. أنا كانت خطوطي متوازية، خط الكتابة وخط الرسم وخط القراءة وخط الإعلام، لم أفصلهم عن بعضهم البعض ولكن جعلتهم جميعا تؤدي إلى نفس النتيجة. لذلك أستطيع القول بأن التحديات في حياتنا كثيرة، ولكن الشخص الذي يبحث عن التميز لابد أن يعرف كيف يتعامل مع هذه التحديات وكيف ينجح بها. وحقيقة أنا مررت بالكثير من التحديات في حياتي على مستوى الشخصي أو على مستوى المهني، ولكن هذه التحديات كنت أنظر لها نظرة أخرى، أعطيها حقها الطبيعي من التأثر، ولكن وأنا في عمق التأثر وعمق المشكلة كنت أبحث عن الحل، كنت أريد هذه المشكلة تدفعني إلى الأمام، إني أنا من خلال المشكلة أخرج بإنجاز أكبر. ولله الحمد فضل الله عز وجل، كان رب العالمين دائما يعوضني بالأفضل، دائما أخرج من المشكلة بنجاح أكبر وبإنجاز أكبر، ولذلك أعطاني هذا اليقين إن رب العالمين إذا أغلق أمامنا بابا فتح أمامنا أبوابا كثيرة وأبوابا أفضل. على الإنسان فقط أن يثق بالله عز وجل ويعلم أن كل ما يحدث له إنما هي حكمة من رب العالمين، والقادم أجمل بإذن الله. ملهمون. الحياة عبارة عن محطات، والحياة عبارة عن أوقات، والإنسان هو الذي يختار كيف تكون حياته. هناك من يعيش بحياة متميزة ناجحة، وهناك من يعيش على الهامش ليس له أي بصمة في حياته أو في حياة من حوله. لذلك نستطيع القول بعد كل ما ذكرناه سابقاً لكل من يريد أن يتميز في حياته وينجح في حياته، نقول اصنع لحياتك معنى جميلا. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.